محمد الفويرس مدير مركز الأسويلي للإعلام. حاولنا من خلال هذه الندوة المنظمة من طرف مركز الأسويل للإعلام والمديرية الجهوية للثقافة بالعيون، حاولنا تسليط الضوء على الأدوار التاريخية والهامة للإذاعة في مختنورة للرأي العام، وأدوار كذلك ثقافية من خلال إبراز الخصوصيات الثقافية والتاريخية للمملكة عموما وعلى المستويات الجهوية أيضا. اليونسكو هذا العام تحتفل باليوم العالمي من خلال شعار رفعته يرتبط بمدى مواكبة الإذاعة لمتغيرات العصر الرقمي. الشعار يقول الإذاعة تتجدد لعالم، إذاعة متجددة لعالم متجدد، التطور والابتكار والربط. وهذا الشعار الرقمية من تغييرات جوهرية وغير مسبوقة على مستوى الممارسة المهنية. بفعل الثورة الرقمية الجمهور تغير، أدوات الاشتغال تغيرت، وبالتالي يجب على وسائل الإعلام التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة الورقية مواكبة هذه المتغيرات، لأن المواكبة لم تعد طرفا بل أصبحت حتمية وضرورة حتى لا تبقى هذه الوسائل خارجة عن سياق متغيرات العصر الرقمي بالعالم ككل. وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة يعني أصبحت تشكل اهتمام كبير بالنسبة لعموم مستمعين ومشاهدين، ولكن ظلت الإذاعة هي ذلك الوسيط الإعلامي الأكثر حضورا وانتشارا عند كافة فئات المجتمعات في بقاع العالم يعني المختلفة. الإذاعة يعني استطاعت أن تستحوذ على اهتمام الإعلاميين المفكرين الكتاب الطبقات العادية من المجتمع، لها أدوار عدة، ولكن بين هذه الأدوار الدور الثقافي، خاصة أنه هناك برامج عدة تعنى بالشأن الثقافي، سواء من خلال حوارات مباشرة علاقاتهم، من خلال تعريف بقضايا الثقافة والتراث، لها دور في صون الذاكرات الحية بصفة عامة في مختلف المجتمعات. اليونسكو لأهمية الإذاعة سنة 2011 أحدثت هذا اليوم الاحتفال بهذا اليوم العالمي للإذاعة في 13 فبراير من كل سنة. أيضا تكرس الدور المهم للإذاعة خاصة مع جائحة كورونا، حيث اكتشف الناس قيمة الراديو وقيمة الإذاعة في نقل المعلومة، في أيضا الترفيه عن الناس بصفة عامة. الإذاعة ساعدت التكنولوجيا في أن تصبح أقرب إلى الناس وأيضا أقل تكلفة، يعني المذياع أصبح حصول على عدد لا متناهي من الإذاعات عبر شبكة الانترنت، يعني إذا كنت طبعا الحي إذا كنت مرتبط بشبكة الانترنت. ولكن بالنسبة للفئات الاجتماعية التي ليست لها القدرة المادية على ارتباط شبكة الانترنت، المذياع يشكل ربما الوسيط الإعلامي الأقرب إلى قلوبنا جميعا. نحن استفدنا حينما كنا تلاميذ وطلبة وناس عاديين من المذياع، هناك أصوات لا يمكن نسيانها في المذياع. إذا كانت التلفزيون هي وسيط إعلامي جماعي، فالمذياع هو وسيط إعلامي فردي، يحس كل إنسان وكأنه يخاطبه هو، وفي حقيقة على أنه تحس على أنه لك صديق في المذياع أنت. في اليوم يعني في هذا اللقاء الأهم واللي يجي بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، سأتناول يعني علاقة الإعلام بحقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الثقافية في المنطقة اللي نتكلم على الثقافة الحسانية، على اعتبار أنها جزء من أولا جزء من حقوق الإنسان، ثانيا جزء من الموروث الحضاري المغربي لجهة من الجهات اللي هو متنوع ومتكامل. الإذاعة بصفة خاصة والإذاعات العمومية من شأنها أن أولا تنهض بهذه الحقوق، بحقوق الإنسان بصفة عامة، وأيضا أن تساهم في التنشئة الاجتماعية المرتبطة بحفاظ على الموروث الثقافي، على اعتبار أنه حامل للقيم وللمعارف، وحامل أيضا للخبرات المحلية التي ينبغي الحفاظ عليها والتعريف بها على المستوى الوطني والدولي، وهذا دور يقوم به الإعلام بشكل جيد وممتاز. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.
ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.